الموضوع ديال اليوم بغينا ندويو على الحوايج ديال العيد. حنا دابا العيد كيقرب وداك الشيء، واش باقي عندكم دوك اللي نوستالجيا مع الحوايج ديال العيد؟ انا عندي واحد طريفه هو انا ملي كنت في مراهق كانوا عزيز عليا حوايج ديال الميريكان، حوايج الميريكان خصهم يكونوا فري. دونك ملي كيمشي الوالد كيشري لي الجلابه كنقول له واش فيها الخياطه ولا ما فيهاش، باش نعرف زعما باش تعرف راه واش كاين لي ولا لا. عندك شي ذكرى مع الحوايج العيد؟ لا يا خويا انا كليت العصا في حوايج العيد. دابا انا هي الكبيره في الدار. كتشرقيهم ولا شنو؟ لا ماشي كنشرقهم. عرفتي جميله ملي كتكون انت الكبيره كتاكلي العصا مزيان. فاش كنت بوحدي كان با تيشري لي جوج ثلاثه اللبسات في العيد، كنت تكون فرحانه كنلبس وحده الصباح وحده في العشيه والاخرى كنتباهى بها على بنت الجيران. غير بداو تيجيو خوتي كيجيو ولا تيكسيهم هو هما تيخليني انا الازمه. والله الازمه تيجي كسي خمسه ديال الدراري بيان سيغ. وليت انا كنصبر. لاله جميله عندك شي ذكريات مع الحوايج العيد؟ انا ذكريات كثيره في حوايج العيد. اول حاجه قبل بسيمانه من العيد كيخصني نخرج ونبقى ندور ونختار هذه ونختار هذه، وما خصنيش نمشي نرجع للبلاصه مره اخرى، لان الا شفتي حاجه اخرى عاوتاني جديده خرجات كنبغيها. من الحوايج اللي كانوا فريمون يعني كنديرهم بزاف كنت كنعسهم حدايا. كلشي كاينه باش كنفيق الصباح ما كنغسل الجيم ما والو. انا المشكل انا الذكرى اللي وقعت لي مع حوايج العيد سيكو، وهذا غلط سيكو، اغلبيه الناس كيشريو حوايج الليله ديال العيد، وهذا غلط. انك تقدر تطيح في قميجه ديال العيالات ما فهمتيني الغد ليه من بعد تبان احلام الزعيمي جايه في الطريق. دونك قياسك ما تلقاش فوالا. الفرادي انا كنت شريت سبرديله، كانت عندي 14 عام شريت سبرديله في الصباح لقيتهم بجوج ايمنيات فهمتيني. خرجت من الدوار غادي علي من ديال الفيلاج على 12 كيلومتر. جوج فردات ليمن عرفتي راك كيتي ماشي بكيت بقى فيا الحال زعما، وسن 13 14 عام. دونك هادي من الاغلاط ديالها. وما كتلاحظوش معايا واحد القضيه سيكو، الحوايج غادي نوكي دابا جيل الثمانينات التسعينات كان لارج شويه. انا راه كنشوف التصاور ديال عمامي والوالدين راه تيرا القوام مش كلشي فايتين الركبه عرفتي، والكمام ديال الكم ديال القميجه تقدر ديروا خاميه ديال الشراجم. حوايج كبار كيكونوا حوايج كبار غادي دابا من لارج القضيه كتسليمه شويه، غادي كتسليمه ولكن كيسمح لي دابا تنرجعوا للامود ديال الثمانينات والتسعينات. فوالا بداو الناس كيلبسوا لارج شويه، كيلبسوا دوك الحوايج مطلوقين شويه لارج من التحت. الستينات دابا ولينا كنرجعوا للستينات بزاف. غادوا كت انا نهار العيد ما كنتش نهائيا كتشري لي ماما وبابا حوايج العيد، والصباح كامل ما كنلبسهمش، كنبقى نبكي وكنطلب من الشاجر باش الا كان شي واحد لابس حسن مني راه ما كنلبسهمش لهم. كل عيد كنت كنديرها، كل عيد ما يمكنش كتقول لهم باقي والديك كيشروا لي الحوايج. لا باقي كيشروا لي الحوايج. الله يخليهم الله يخليهم لك.